النادي الأهلي دايما مشرفنا، وبطولات في البطولات دايما بيبقى نمرة واحد. روح الفانيلا الحمراء في أي موقف بتبان. نمرة اتنين، الأهلي بما انحضر فعلا، يعني كان في البعض بيسخر من بما انحضر، لا فعلا عمل أداء رائع جدا، أداء رجولي، أداء في فنيات، أداء خططي. بصراحة كان أداء مذهل ما يخطرش على بال حد بصراحة، يعني شرفونا بصراحة، وشرفوا الكرة النادي الأهلي، شرفوا الكرة المصرية. كان الحقيقة أداء مبهر وما شاء الله عليهم، يعني وإنهم يحققوا مركز تاني للعام التاني على التوالي، ده حاجة طبعا كويسة جدا، وتحسب طبعا للفريق الأول والمجلس الإدارة والنادي الأهلي عموما يعني. ومش غريب عن النادي الأهلي، احنا دايما بنتوقع منه، وإن شاء الله كان نفسنا والله يوصل نهائي ويلعب على المركز أول أو تاني، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، وقابلنا الهلال السعودي وعملوا ماتش تحفة يعني الحمد لله، وشرفوا النادي الأهلي وشرفوا الكرة المصرية والأفريقية الحمد لله رب العالمين. الأهلي عمل مباراة من أمتع مباريات الأهلي ومن أحسن مباريات الأهلي، يعني قدم فيها الكرة اللي هي بتاع الأهلي، ومتع الناس كلها، ومتع الناس لدرجة المذيع بقى مش متمتع بالنادي الأهلي. فأنا متشكرين للنادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس الإدارة برئاسة الخطيب، احنا مبسوطين جدا وفرحين بأهلي، واحنا فخورين بان احنا أهلاوية. انا كنت منتظر ان نوصل النهائي، طبعا ماتش الاولاني بتاع الفريق المكسيكي ده احنا كنا منتظرين نكسب، ده طبيعي على فكرة، وانا زعلت جدا من ماتش بالمراس، عشان الفرقة دي على فكرة اسهل بطولة كان ممكن الأهلي يوصل فيها للنهائي. تشيلسي مش هو الفريق اللي يخض بعد ما شفناه مع الهلال، مش الهلال قطع تشيلسي في الشوط الثاني، احنا عملنا ايه مع الهلال؟ احنا عملنا درس للكره العربيه بالكامل. الناس اللي كانت بتخاف تقول انتوا خايفين تلعبوه وخايفين تلعبوه، طب ده احنا لعبناه، مين اللي كان خايف من مين بقى؟ مش حاجه جديده على الاهلي اللي عمله، يعني حاجه بصراحه يعني اكتر ما كنا نتوقع، احنا كنا بس متوقعين ان الاهلي يؤدي اداء مشرف، فكمان لما يؤدي اداء مشرف ويفوز كمان بالميداليه البرونزيه، دي حاجة مش جديدة على الأهلي. يعني عايز بطولة الدوري وبطولة أفريقيا ونوصل النهائي في كأس العالم للأندية يا رب إن شاء الله. إن شاء الله البطولة الأفريقية، وبعدين ياخد كأس العالم للأندية. عين ما طبعا. البطولة دي كانت سهلة بس يعني ملاش نصيب. إحنا دلوقتي بنطمع مش البرونزية بس، لا عايزين ناخد كأس العالم للأندية، عايزين بطولة إفريقيا، بطولة الدوري، بطولة الكأس، لأن جمهور الأهلي ما بيشبعش من البطولات، عاوز يفوز بكل البطولات. طماع أنا بقى. طبعا بطولات، لكن احنا برضو بنشكرهم على كل اللي هم بيعملوه، لأن طبعا ما فيش حد بيبقى على طول كده، لازم برضو بس يرعونا ان احنا مشاعرنا طماعين. احنا كده هنعمل ايه؟ طيب عاوز ياخد البطوله الافريقيه ويروح كاس العالم تاني ونغير لون الميداليه، يحافظ على نفس المستوى، والمره الجايه بقى يا فضيه ذهبيه بقى ان شاء الله باذن الله. كل البطولات اللي بياخدها بيبقى دايما مرشح ليها ويحققها، دوري والكاس وان شاء الله برضو ياخدوا بطوله افريقيا تاني ويخشوا كاس العالم الانديه تاني ان شاء الله باذن الله. وهو النادي الاهلي هيفضل طول عمره النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، يعني عايزاه دايما عالي كده، والنسر بتاعه عالي في السماء على طول باذن الله. احنا كده طماعين، النادي الاهلي كده دايما طماع في البطولات، وان شاء الله هيحققها ان شاء الله. ان شاء الله زي ما احنا متعودين، احنا مش عايزين احنا زي ما احنا متعودين، زي ما هم معودينا كده ان شاء الله، ان احنا نكسب في كل بطولاتنا وحاجاتنا. احنا ما بنخشش البطوله اللي ما بنجيبها، ما بنعملش عمرنا كلمه الاداء الشرفي والكلام ده ما بنعملوش، بتاعنا والنادي الاهلي عودنا على كده، وشكرا للاعيبتنا وشكرا لادارتنا وزي ما هم معودينا كده.